ماتش صعب. اه طبعا زي كل يوم هبدا بالسؤال اللي دايما بساله. مباراه صعبه، مباراه مهمه، فريقين كبيرين الحقيقه، سواء النادي الاهلي او نادي الهلال، وبالتالي هنشوف مباراه حلوه لان كل فريق عنده ادواته اللي يقدر يلعب بيها يا احمد. طبعا مباراة صعبة، يعني أنا بشوف يمكن ممكن تكون مباراة الهلال السعودي بالنسبة لنا كمان ممكن تكون أصعب من مباراة بالميراس. بشوف إن بشوف إن الهلال السعودي ممكن يكون أقوى شوية من بالميراس، هما الاتنين نفس التكتيك، نفس التحولات، نفس السرعات، حتى المدرسة البرتغالية، ولكن الهلال بيمتاز كمان عن بالميراس إن هو كمان عنده دكة بدلاء قوية جدا، سواء ميشيل دالجادو، سواء كاريو اللعيب منتخب بيرو، عندهم دكة بدلاء قوية جدا. والنقطة الثانية كمان إن الأجنحة بتاعتهم بتدافع كويس، عكس فرقة بالميراس ما كانتش الأجنحة بتدافع كويس، فأنا بشوف يمكن إن المباراة بالتأكيد هتبقى أصعب، ولازم إن شاء الله. في نقطة مهمة جدا، إن النادي الأهلي بيسعى إن هو يتوج بالميدالية الثالثة، دي هتبقى البرونزية إن شاء الله، إن شاء الله البرونزية الثالثة. فدي لو حصلت هيبقى النادي الأهلي ثالث أكتر نادي في العالم حصولا على الميداليات في كأس العالم للأندية. النادي الأول نادي ريال مدريد جاي عنده أربع ألقاب، 2014 و2016 و2017 و2018. النادي الثاني برشلونه عنده ثلاث القاب، 2009 و2011 و2015 ومره وصيف سنه 2006. فبالتالي يعني النادي الاهلي ان شاء الله يخش يبقى بثلاث برونزيات. طبعا في كورينسيانز البرازيلي عنده اثنين ذهب، بايرن ميونخ عنده اثنين ذهب، ليفربول عنده واحده ومره وصيف. فالنادي الاهلي ان شاء الله يخش باذن الله، يعني ده عايزين ده يبقى دافع لينا ان احنا ان شاء الله نحقق الميداليه. الهلال السعودي برضو عنده دافع مهم جدا ان هو ما عندوش ولا ميداليه، فدي بالنسبه له حلم مهم جدا ان هو يحقق ميداليه في كاس العالم. اول هيبقى اول فريق سعودي لو اول فريق سعودي يحقق ميداليه في بطوله كاس العالم للانديه. بالظبط.